توسع في هذا الموضوع عبر رابط الاتصال عبر الهاتف بالصحفي محمد المدن من مدريد. سيد المدن مساء الخير، ما دلالات هذا القرار الصادر عن إسبانيا والمفوضية الأوروبية بخصوص موضوع الهجرة؟ بطبيعة الحال هذا القرار يعكس قلق متعاظم في أوروبا من ملف الهجرة، ليس يعني ارتفاع أو عودة ارتفاع قوارب الهجرة إلى أوروبا، ولكن وهذا ربما غير معلن هو وجود قوى شعبوية في الاتحاد الأوروبي بدأت تصل إلى السلطة وتتبنى خطاب يعني تفكيكي إن شئنا، يحاول يهدد ويضغط على الوحدة الأوروبية، آخرها كما هو معلوم حادثة أكواريوس حيث قررت الحكومة الإيطالية بعدم استقبال أو إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين يعني ظلوا تائهين في البحار وتهددوا حياتهم. فبالتالي هذا السياق شرط آخر يضمت أو يضبط هذه الإجراءات. من ناحية أخرى أيضا بدأت أوروبا تعي أنه يتعين اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الملف، وأيضا إدراج الشركاء في الاعتبارات لمواجهة ملف الهجرة. ملف الهجرة لا ينبغي أن يكون الدعم محصور على دول أوروبية فيما بينها، لكن يجب أن يتسع أيضا إلى الدول المعنية بهذا الملف بشكل أساس، سواء في شمال إفريقيا أو دول العبور أو الدول مصدر الهجرة بشكل أساس. نشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد المدن من مدريد على كل هذه المعطيات.